أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين ومتابعي قناة الجزيرة مباشر. نحن نقف الآن على مطلة الأقصى مع خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، لنتحدث عن ردود الشارع، ردود فعل الشارع المقدسي حول اقتحام بن غفير البارحة لساحات المسجد الأقصى المبارك. تفضل شيخ. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كانت ردود فعل غاضبة لدى الشارع الفلسطيني، وهذا أمر متوقع أن يغضب كل مسلم أصلا لاقتحام المدعو بن غفير للأقصى بطريقة غادرة وبطريقة خادعة. الذي أعلن قبل يوم بأنه حصل تفاهم مع ما يعرف بنتنياهو لتأجيل موضوع الاقتحام، ونحن لم نلتفت إلى هذه التفاهمات ونشك بها، وأعلننا قبل يوم بأن هذا التفاهم هو نوع من الخديعة والغدر، وأن بن غفير سيقوم بالاقتحام للأقصى. وفعلا ما حصل بأنه قد اقتحم الأقصى، ولكن متى؟ في الساعة 7 صباحا، حينما كان الأقصى خاليا من المصلين المسلمين بشكل مفاجئ، أيضا بحراسة مشددة. هذا يعني أن الدولة هي المسؤولة عن اقتحامه، يعني بمعنى أن المسؤولية لا تقع حصرا بما المدعو بن غفير، بل أن المسؤولية تقع على الحكومة نفسها، لأنه هو جزء من الحكومة، ولأن الحراسة التي قامت بحراسته وحمايته هي أيضا جزء من الحكومة. وحتى قيل بأنه كان يلبس درعا واقيا، هذا يعني أنه يخشى على نفسه، إذن هو معتدل، هو معتدل. وأن الغدر شيبة الجبناء، ونحن نؤكد على أن هذه التصرفات الغوغائية والتصرفات العنفية لن تكسبهم أي حق في الأقصى، ونحملهم المسؤولية بأي توتر يحصل في الأقصى، لأنهم هم المعتدون وأنهم هم المستفزون، وهم الذين يحاولون مس المسجد الأقصى المبارك ومس حرماته. فنحن نرفض الوثيقة التي أعدت من أجل تنفيذها ما يعرف بتنفيذ مشروع التقسيم الزماني والتقسيم المكاني. هذه البنود عبارة عن 11 بندا، كل بند أخطر من غيره، بما وأخطرها ما يقال بأنهم يريدون تخصيص كنيس في ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا يعني أنهم يريدون وضع قدم لهم في المسجد الأقصى وللتقسيم المكاني، وأيضا في التقسيم الزماني أن الشرطة الاحتلالية تمنع الشباب من المجيء إلى الأقصى، وخاصة في صلوات الفجر. ما حصل أمس وأول أمس أن الشرطة الإسرائيلية الاحتلالية منعت شبابا من دخول الأقصى في صلوات الفجر، وهذا يتعارض مع حرية العبادة، ويتعارض مع حرية الأديان، ويتعارض مع حرية الشخصية، ويتعارض مع القوانين الدولية، القوانين الدولية التي تحمي الناس في شؤونهم الدينية. لكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقيم والقوانين الدولية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والعدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق الشعب الفلسطيني. وأن كل إجراء يقومون به يصب في تهويد المدينة، وأن سيطرتهم على الأقصى هو جزء من تهويد مدينة القدس، وقد اتبعوا في سيطرتهم على الأقصى بالطرق الالتوائية، الطرق التدريجية، وأخذوا درسا قاسيا
من عام 2017 حينما أعلنوا سيادتهم على الأقصى، فجاءت هبة الأقصى للمسلمين في ما يعرف بهبة البوابات الإلكترونية، وألغت هذه البوابات وأعادت السيادة الإسلامية على الأقصى. منذ ذلك التاريخ أي من عام 2017 بدأت السلطات الاحتلال أن تتعامل مع الأقصى بشكل تدريجي حتى لا يحصل هناك ردود فعل قوية، فهم يحاولون في كل مرة وخاصة في الأعياد فإدخال اللباس ملابس الرهبان أو الكهنوتي، وأحيانا موضوع ما يعرف بالأمور النباتية، وأيضا موضوع الأعلام وموضوع الانبطاح على الأرض، تصرفات هي سخرية ومضحكة، هي بالنسبة لهم هي شعائر دينية، ونحن نرفض هذه القيم التي يدعون بها بأنها هي شعائر دينية، إنما يقصدون بذلك تغيير واقع جديد في الأقصى ونوع من الهيمنة والسيطرة. ونحن نحذر من تنفيذ هذه الوثيقة الخطيرة لنؤكد على أن الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، هذا بقرار من رب العالمين، ليس بقرار البشر، ليس قرار من مجلس أمن، ليس قرار من هيئة أمم، هو قرار من رب العالمين، وقرار رب العالمين لا مجال للتنازل عنه ولا للتفاوض حوله، قرار الله. نحن ملزمون، نحن عبيد الله ونحن خدم للأقصى، لا بد نحن من واجبنا أن نحافظ على الأقصى وأن نلتزم بقرار الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نؤكد لجميع العرب والمسلمين بأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم، بل لجميع المسلمين في العالم، شأنه شأن المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. الأقصى بوابة الأرض إلى السماء بعروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفاعه من الأقصى من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وأيضا الأقصى بوابة السماء إلى الأرض بنزول الأنبياء، هذه معجزة كبرى أن ينزل الأنبياء إلى ساحات وباحات الأقصى ليصلي بهم محمد صلى الله عليه وسلم إماما بهم، للدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بأنه قائدهم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ونحن كمسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين بلا استثناء، ولكن نحن في موقفنا المضاد، نحن ضد الاحتلال لكن لسنا ضد الديانة اليهودية ولا ضد أي دين، بالعكس نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو خاتمهم، وهم الذين بايعوا على نشر رسالة الإسلام، الرسالة العالمية الأممية الدولية التي تخاطب جميع شعوب العالم بلا استثناء. وبالتالي نحن في موقفنا هذا هو موقف قوي، موقف إيماني، ونحن متجذرون في هذه الأرض، الأرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج التي باركها الله. وحينما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فما حول الأقصى مبارك، إذن الأقصى هو مبارك مضاعف، هو قطعا مبارك، فيه مباركة مركزة، لأن ما حوله مبارك فهو بالطبيعة الحال هو مبارك، وهو في أرض فلسطين، في قلب فلسطين. ولذلك أن المسلمين في العالم يحبون فلسطين، لماذا؟ لوجود الأقصى في فلسطين، ولولا الأقصى لما بقيت قضية اسمها قضية فلسطين. لذلك نرى أن قضيتنا تنمو وتنتعش، وما حصل في قطر الشقيق يؤكد على وحدة
أمتنا وأن قضيتنا لا تزال قائمة، وأن الأجيال الصاعدة هي التي تأتي أشد وأقوى تمسكا من الأجيال التي قبلها، وهذا يعني أن قضيتنا لن تموت بمشيئة الله، وستبقى رغم المؤامرات المتعددة، لكن الحق سيحق، وما حصل في أيام الفرنجة الحرب الصليبية وانتهت، سينتهي الاحتلال عن هذه الأرض المباركة، وهذه الغطرسة، هذا إفساد. ما يحصل في الأقصى في هذه الأيام هو يعتبر إفساد، ليس فساد بل إفساد، ونحذر من هذا الإفساد الذي يتم الآن. وبالتالي من أراد السلام عليه أن يبتعد عن الأقصى. السلام لا نريد مجرد شعار زائف، نريد سلام حقيقي، والسلام الحقيقي يجب أن يسبقه عدل، العدل أولا ثم السلام. وبالتالي نحن أصحاب عدل وأصحاب حق، لا بد أن يتحقق العدل بشأننا ليتحقق السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن يحمي الأقصى من هذه الترهات ومن هذه الاقتحامات ومن هذه المشاريع العدوانية، المشاريع العنصرية، المشاريع الهدامة، المشاريع الإرهابية بحق الأقصى. نحن أبناء هذا البلد وأبناء الأقصى، ونحن حماة الأقصى، نحن دعاة الأقصى، لا نعتدي على أحد، وبالتالي على الآخرين أن يبتعدوا عن الأقصى. هل سيفتح المجال لاقتحام من غفير المسجد الأقصى مرة أخرى بعد تسلمه منصب وزير الأمن القومي؟ كل شيء محتمل، من المحتمل أن يقتحم الأقصى مرة أخرى، ولكن العبرة بردة الفعل، ردة الفعل العرب المسلمين، ردة الفعل الشعب الفلسطيني، ردة الفعل العالم الدولي، ردة الفعل ما يعرف بحقوق الإنسان والجمعيات الأخرى الدولية القانونية. من المحتمل أن يتحدى ويقتحم مرة أخرى، ومن المحتمل إذا كان ردة الفعل قوية أن يتراجع عن غيه، وأنه لا يحلم بكونه وزير الأمن القومي أن يتصرف بهذه العنجهية. نعم، شكرا لك خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ أكرم صبري على هذا الكلام، يعني جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.